أرجوك يا أستم عرفة حاولي تفهمين. آه يا بيه، خصوصا بعد ما انت بنفسك شكيتي في ان الصورة دي ممكن تكون صورتك. انا اتأكدت انه محدش هيخرجني من الورطة اللي انا فيها دي غيرك انت. انا يا بيه اخرج سعادتك من ورطة ازاي ومفيش حد غيرك هيخرجني منها؟ قلبك ابيض يا سعادة البيه، ده انا نفسي ورطة ما اناش عارفة اخرج نفسي من نفسي. ورطتك انا عارفها يا معرفة، ورطتك هي قلة الفلوس. لا يا بيه، ورطتي مش في قلة الفلوس، ورطتي في عدمها خالص يا اخويا. انا ميح وبلاطة. خلاص يا استا معرفة، وانا جاي بقى عشان اخرجك من ورطتك. يلزمك قد ايه؟ الف، الفين، تلاتة، اربعة، عشرة، قولي. ليلة القدر دي ولا ايه يا اخويا؟ اقول على اللي انا عاوزاه يعني؟ قولي وما يهمكيش. ده انا مديونة قوي يا بيه. عايزة كام الف؟ هقول بس انت وقف وتمسك روحك يعني. كام الف؟ انا عايزه 455. اهو قاعد كل ما اقول لحد المبلغ المنيل ده يقوم واقع منه من طوله كده. مش معقول يا معرفة اجيب لك 455 الف جنيه. إيه؟ اجيبهم لك منين؟ ايه لف لف اللي عمال تقول عليها من الصبح؟ ايه ليه لف لف؟ مش عايزاهم لف انا، انا عايزاهم فرض. وكمان فرط؟ آه. وفرط يعني ايه؟ فرط يا اخويا، عايزاهم 455 ساخ، الساخ ينزل يسكع اللي قبله على قفا اللي خلفه. ادي كده. 455 قرش ساخ؟ شوف يا اخت الراجل بيضحك، مين اللي جاي للتاني مش انت اللي جاي لي؟ اشمعنى يعني 455 ساخ بالتحديد؟ اه جيت لي على الوجيعه، جيت لي على الوجيعه. اقول لك السر يا بيه، بعد عنك بقالي 3 سنين بسحب كرشه ومنبر من المصمت اللي على راس الجبانه بتاع المعلم كرشه. اله يهده، هد قوي، اله يهده. وزللني يا اخويا، كل يوم يقول لي الحساب فين، اقول له بكره بكره، لحد ما انكسر عليا المبلغ المهول ده. بسيطه يا ام عرفه، اتفضلي. ايه دول يا بيه؟ دول 1000 جنيه. يعني ازاي؟ يعني 1000 جنيه شبه ايه يعني؟ اه هما كانوا زمان من كام سنه كده شبه الالف الاسترليني، بس دلوقتي ما بقوش شبه حاجه ابدا. بس انا يعني لا مؤاخذه اوعى على النقديه يعني، ما مش اول مره اشوف نقديه، ما شفتش انا المعز والوز اللي سرح الورق دي. هي دي الالف جنيه يا معرف. خلاص ربنا يخليك يا اخويا، ربنا يخليك ويسطرك ولا يوقعك ولا يضيمك ابدا يا حبيبي. عايزه ايه؟ فين بقى ال 455؟ دي مش واخده 1000 جنيه؟ لا دي عمله ودي عمله. انا عاوزه 455 ساخ. هنا هتلاقي 455 كتير قوي اما تفكيهم. ايه؟ انا مستأمناك، انا مش هكذبك من، بس انا ما شفتش انا هدول قبل كده بصراحه بقى، بس مستأمناك. انت هتضحك عليا ليه؟ بس يمين ثلاثة بالله العظيم يا بيه، لو يطلعوا ناقصين سحتوت عن ال 455 قرش اقلبك دعوة بقى، مش تقول لي حلو ومسبسب، اقلبك شرفنطح عدل. انا زمان كانوا بيجيبوني اهد البيوت، اقف تحت العماره من دول ادبها دعوه تنزل ساقط على الارض على طول. ودلوقتي بيقعوا لوحدهم يا اخويا من غير ما حد يجي يدبيهم. دلوقتي خلاص يا ام عرفه خرجتي من ورطتك؟ على قولك يا اخويا، اذا كان انت بتقول دول فيهم 455 ساخ وبقى انا كده خرجت من ورطتي. وعمرك ما هتقعي في ورطه يا ام عرفه طول ما انت بتسمعي كلامي. نعم يا بيه. عمرك ما هتقعي في ورطة طول ما انت بتسمعي كلامي. واحد سمعه تقل، مش عارفة ليه مالي. بقول لك عمرك ما هتقعي في ورطة طول ما انت بتسمعي كلامي. غني ولذيذ. بس لا مؤاخذة بعد إذنك يعني، ما تزعلش مني يا بيه، ابتديت أشك فيك بصراحة. إيه؟ آه؟ تشك فيا وأنا بحاول أساعدك؟ ما هو أنت يعني لا مؤاخذة تيجي كده تخش عليا زي القمر كده. وتيجي ساكعني 455 سخف في وشي،
وتقعد تسبلي وتعملي بعينيك كده. لا ما هو انا عارفاك انتوا اصناف، يبقى الواحد فيكم معاه قرش ومحيره ويجيب حمام ويطيره. لا ده احنا ناس بلدي وجدعان قوي. ده انت لو عايز تبرم كده ولا كده قلبك دعوه ورقتك في القرفه ثاني يوم. ايه بس يا معرفه، حرام عليكي. انا لسه بحب الدنيا وبدعي ربنا يطول عمري عشانها.